اهلا بيكم ومعلومة جديدة، وهي كيفية حرق نسخة ويندوز 10 على فلاشة باستخدام برنامج باور ايزو. الموضوع بسيط وسهل. هنشغل برنامج باور ايزو. زي ما انتم شايفين البرنامج بسيط جدا، وهنختار تولز. نختار تولز يا جماعة، وبعدين هنختار الاختيار ده كرييت بوتابل يو اس بي درايف. زي ما انتم شايفين اهو، بيقول لي عاوز باور ايزو، عاوزك كادمنستريتور للويندوز. اقول اوكي، وبعدين بختار يس. موضوع بسيط وسهل جدا. بيقول لي النسخة دي، المصدر الصورة دي بتاعت النسخة موجودة فين. هفتح المجلد اهي، ويندوز 10. اقول له اوبن، وبعدين اقول له ستارت. بيقول لي كل البيانات دي هيتم فورماتد او كتابة على الفلاشة. هقول له do you want to continue، هقول له اوكي، وهننتظر لحد ما النسخة تتحرق على الفلاشة. خلاص قربنا نخلص، وطبعا تم اختصار الفيديو علشان ما نضيعش وقت حضراتكم. خلاص هو كده وصل 99%، وهنشوف لما يدينا رسالة النجاح في حرق الاسطوانة الويندوز 10 على الفلاشة. ننتظر لحد ما يكمل. تمت الكتابة بنجاح، ونقول له اوكي، ونقفل خلاص كلوز، ونقفل النافذة بتاعت باور ايزو. ولو لاحظتوا كده شكل الفلاشة اتحول لشكل نسخة الويندوز زي ما انتم شايفين اهو، وتم حرق ملفات الويندوز على الفلاشة. كده ممكن نستخدمها بدل اسطوانة. والى اللقاء في معلومة جديدة وفيديو جديد.